طيب ياسين والقلم بالإظهار لهؤلاء، تمام؟ هاي قال وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، هؤلاء أصحاب الإظهار، تمام؟ ومن تبقى لهم الإضغام. طيب في القلم قال هؤلاء نفسهم أصحاب الإظهار ويضاف لهم ورش، لكن ورش مش قولا واحدا بخلف، إذا له الإضغام وله الإظهار. هاي ملخصة، مش شايف يعني فيها صعوبة. طيب كيف سنقرأها نون والقلم؟ وهذا أتمنى عليكم تنتبهوا لأنه أيضا كثير بخطئوا فيها. لاحظوا عندما نضغم لا نريد اتيان بغنة في الواو أو حتى في الإظهار في الواو، لا نريد أن نقول نون والقلم كلها ملخبطة في بعضها، إنما كيف نون والقلم، شفتوا كيف؟ ها نون والقلم، ضم الواحد بضم الشفتين وبخلي الفراغ في النص حتى يخرج الهواء، ها نو في فراغ، لكن لو ضغط انا ها نو اصبح اضطر الواحد انه يخرج غنة معاه من الخيشوم. طب كيف انا اتخلص من هذه الغنة؟ نو عند الادغام بضم الشفتين نو والقلم، اعيدها نو والقلم، هكذا واضح؟ نعم؟ ما هو بدنا ننتبه. أنا كثير بسمع منه من الطلاب يقول لك نون والقلم، أنت مش عارف هو جاب غنة ما جابش غنة وهي كلها بغنة. وننتبه إلى أنه الواو والياء إذا جاء قبلها نون أو بعدها نون، نون أو ميم عفوا، يعني نون أو ميم، كثيرا من الطلاب بيقرأ بالغنة في هذه الواو أو الياء. مثلا بقول لك الرحيم، لماذا؟ لأنه الياء فيها غنة، وخصوصا إذا وقعت الواو أو الياء بين نون وميم أو نون وميم، يعني بعد نون أو ميم أو قبل نون أو ميم، بتصير المشكلة أكثر. زي هذه، زي هذا الموضوع، نون وقعت الواو بين النون والنون، فمنصير أنا أقول نون غنة، لكن نون والقلم، سمعتوا كيف الصفاء الواو من إياها زي. إذن اختصار الكلام في ياسين، أصحاب الإظهار هم عن فتى حقه بدا، وفي القلم نفسهم هم حق عن فتى حقه بدا هم، لكن يندرج معهم ورش بوجه من وجوهه مرة بالإضغام ومرة بالإظهار، واضح؟ من لم نذكرهم هم ابن عامر وشعبة والكسائي، هؤلاء أظهروا في الموضعين، أضغم عفوا في الموضعين، وورش بيخل فيه في موضع سورة القلم، تمام؟ طب في ياسين لا، هو مع أصحاب الإضغام، في ياسين مع أصحاب الإضغام، واضح؟ أعيد. تمام. قال وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة. افتحوا القوس من عند وحرمي لغاية مريم، ومن عند من يرد لغاية ثواب، ثم لبثت أو لبثت لغاية والصلاة. سكروا القوس. قال وحرمي نصر، الآن هو عن ماذا يتحدث؟ عن إضغام الإظهار؟ الكلام ما زال عائد عن الإظهار، صح ولا لا؟ من قبل قليل قال وأظهر، ما زال الحديث عن الإظهار. قال وحرمي نصر صاد مريم بالإظهار لحرمي، من حرمي؟ لا، أهل الحرمين نافع وابن كثير، والنون نصع عاصم، هؤلاء يقرأوا بإظهار الصاد تاعت مريم. كيف تقرأ؟ طبعا مع إمالة الهاء والياء، وهذا إن شاء الله راح نتحدث عنها بغض النظر عن الإضغام، عن الإمال عفوا، لكن حديثنا الآن عن الإضغام. كيف تقرأ؟ كاف ها يا عين صاد ذكر، صاد ذكر، هكذا بالإظهار. طب بالإضغام صاد ذكر، صاد ذكر، تمام؟ هكذا بالإضغام. طب بالإظهار صاد ذكر، تمام؟ طب من الذي يظهر كما نطق في آخر مرة؟ حرمي نصر، الإمام عاصم، وابن كثير، والإمام نافع. سمي واضح؟ إذن من يظهر صاد مريم؟
الإمام نافع ابن كثير الإمام عاصم، باقي القراء يضغموا، باقي القراء يضغموا. كيف يقرأوها؟ ص كاف يا عين ص ذكر ص هكذا. ما زال الحديث عن الإظهار، هو ما هو زاحم بالذكاء اللي تفضل. هو قال في البيت اللي قبل وأظهر وياسين أظهر، والأمور اللي جاية كلها راح تأتينا بالإظهار. هو كان يتحدث عن الإضغام في الأول، لكن من عند وياسين تحدث عن الإظهار، وباقي الأبيات اللي راح تأتينا الآن كلها بالإظهار. لأن هنا يعطف وحرمي. حرمي إيش بيعمل؟ بيظهر. نعم نعم، هو قال صاد مريم عشان أنت خلص هذا الموضع تحديدا. ثم قال من يرد ثواب في قوله تعالى ومن يرد، طبعا وقع في سورة آل عمران الآية 145، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. طبعا نؤته لها عمل، تمام، لكن وقع في الآية 145 سورة آل عمران يرث ثواب، يرث ثواب لعند من يضغب. طب من يظهر؟ يرد ثواب، يرد، وانتبهوا للقلقلة، لا نريد يرد ثواب يرد، إنما يرد ثواب. قل هو الله أحد الله الصمد، هكذا القلقلة، لا نريد أحد الله الصمد، وكأنه في صوت همزة. هذه يمكن حكينا عنها قبل ذلك، وأدام من أحب أنبع لأنه كثيرا ما أسمعها. قل هو الله أحد الله الصمد، هذه ليست بقلقلة، إنما قل هو الله أحد الله الصمد. قلنا أي صفة من الصفات وليس صفة القلقلة هي لا تطغى على الحرف على مخرجه. لما أقول أحد تضغط على المخرج، إنما هي تأتي، إيش فائدة الصفة؟ تجميل الحرف. لا، أنا لأجمل الحرف أظهر صفاته، آتي بصفاته لأظهر وأجمله، تمام. لما أقول هذا الشخص من صفات الكرم، مش أنا بأظهر الصفات الجميلة اللي فيه. الآن عند في المخارج ونأتي بصفة من صفات أي مخرج حتى نظهر ونوضح ونجمله. إذا قل هو الله أحد، نعود هنا، يرد ثواب، يرد، ولا نقول يرد ثواب، يرد نوع من النبرة، بدون نبرة وبدون ضغطة زيادة وبدون حلق. يرد كأنها تخرج من أحد، كأنها تخرج من الحلق. نعم. الآن الآن من يظهر؟ نفسه حرمي النصر. والآن لبست كمان حرمي النصر. إذن من يظهر هو حرمي النصر. إذن كيف يقرأها؟ يرد ثواب، باقي القراء غير حرمي النصر يرث ثواب، يرث ثواب. واضح؟ ثم قال لبثت، عفوا، ثم قال لبثت الفرد والجمع والصلاة. لبثت سواء بالإفراد أو بالجمع، لبثت لبثتم، كل الألفاظ تبعتها قرأوها بالإظهار أيضا حرمي النصر. طب باقي القراء لبثت لبثتم، تمام، بالإضغام، تمام يا جماعة، واضح. إذا من الذي يضغم؟ من الذي، عفوا، خلينا نقول من الذي يظهر؟ صاد مريم ويرد ثواب ولبث بأشكالها جميعها حرمي النصر. هذا البيت خاص بحرمي النصر، أصحاب الإظهار حرمي النصر في هذه الأمور الثلاثة الموجودة أمامنا على الشاشة، تمام. ثم قال وطا ياسين، وعفوا وطا سين عند الميم، عند الميم فازة، اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشرة دغفلا. قال وطا سين، هو يتحدث عن طا سين التي الطاء التي بعدها سين، تمام، عفوا طا سين التي بعدها ميم، عفوا أقول طا سين التي بعدها ميم. وقع في أخر موضع، في موضعين، في الشعراء والقصص. طب تعال سورة مريم، النمل، عفوا، طا سين تلك، ما لها دخل فيه؟ هاي جاب لكم اياه، هاي طا سين تلك آيات القرآن، ما لها دخل فيها، تمام. هو يتحدث قال وطاسين التي عند الميم، في أي موضع جاءت؟ قلنا في الشعراء والقصص، تمام، في موضعين. كيف من سؤالي لكم الآن، فاز لمين هو؟ حمزة. إيش اللي يقوله العمل؟
الإظهار لأنه رأيك نفيسة عائد على الإظهار. كل العمل الآن رح نأتي له الإظهار. إذن الإمام حمزة يظهر طاسين عند الميم، كيف تقرأ؟ صين ميم، صين ميم، طبعا بالإمالة طي صين ميم مع المد الميم طبعا. أعيد طي صين ميم هكذا. إذا يظهر طاء الصين نون الصين عند الميم، يظهر نون الصين عند الميم. طب باقي القراء لا يظهر صين ميم زي الإمام حفص مع المدود طبعا. صين ميم بالإظهار، لاحظوا النون متوسطها صين ميم، كما قلت ميم، لاحظوا معي خليك معي، كما قلت ميم توسط ده أقول صين هكذا صين ميم مخفف. الله يفتح عليك، كويس سمية، ملاحظة جميلة. إذن هي راح تصبح من قبيل المد اللازم الحرفي المخفف وليس المثقل. هذا ناخذها لما ناخذ حمزة في كيف ايش ادغام سين ميم كيف عنكم؟ انت حفصة ايش بتعملي؟ فيش ادغام، ما هو مفصولات سين ميم هكذا. تمام، عن جميع القراء مثقل إلا الإمام حمزة مخفف. أنا أتحدث عن الصين والميم، هي عن جميع القراء مخفف. واضح ولا عيد؟ ثم قال اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عشرة دغفلة. كلمة اتخذتم أو أخذتم سواء مفردة أو بالجمع بالإظهار ولا بالإدغام؟ بالإظهار. لعاشرة دغفلة، العين حفص والدال ابن كثير، يقرأ بالإظهار أخذتم اتخذتم وما شابه. طب باقي القراء أخذتم اتخذتم، ومن ضمن الإمام شعبة، لمن يقرأ لشعبة هكذا يقرأ نعم قارئ وراوي، صحيح قارئ اللي هو دال وراوي، وراوي الراوي اللي هو الإمام حفص. قال اتخذتم أخذتم، جمع ولا إفراد هذه؟ جمع. ماشي ماشي، هذا جمع ولا إفراد؟ خليك بالله ثواني، خليك بالله من ثواني شو لك السؤال يا سمية. اتخذتم أخذتم صيغ جمع ولا إفراد؟ جمع. إذا جاب لك صيغة جمع ولا فضل فيها، قال وفي الإفراد، كان ويقول لك الصيغة التي أتيت فيها وأيضا في الإفراد عاشرة دغفلة. جاب مثال نطقه ولم يأتي بمثال على الجمع المفرد، وإنما ذكر لك قلق بالإفراد أيضا، فلنا فيها الإظهار لمن؟ لعاشرة دغفلة، حفص والإمام ابن كثير وباقي القراء بالإدغام. من لم نذكره العكس تماما طبعا الإدغام سواء في هذا الأمر أو فيما سبق من أمور. ثم قال وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء يلهث له داري جهلا. افتحوا لنا قوس من عند وفركب لغاية جاء، ثم افتحوا قوس من عند يلهث، ما سكروش القوس، لكن ضاعوا شرطا بعد بخلفهم. قال وفركب، طبعا نتحدث عن الآية 42 من سورة هود. قال وفركب هدى بر، أي بمعنى الهاء، من الهاء؟ البزي. والباء قالون، والقاف خلاد. لهم الإظهار ولا الإضغام؟ حدثنا عائد عليه، قلنا على الإظهار. قال بخلفهم، كل هيتهم يقرأ بخلف عنهم، أي لهم الإظهار والإضغام، لهم الإظهار والإضغام. كما ضاع جاء الكاف مين؟ ابن عامر. والضاد فضق خلاد خلف عفوا، والجيم ورش. هؤلاء لهم الإظهار قولا واحدا. خليكم معي، حديثنا الآن سوق من هذا البيت هو يتحدث عن الإظهار، عن العمل بالإظهار ولا الإضغام؟ بالإظهار. إذن كل من يذكر له الإظهار،
قال الهاء البزي والقالون والإمام خلاد لهم الإظهار لكن مخلف عنه، وهؤلاء لهم الإظهار قولا واحدا، هكذا كانوا يقول. أعيدها، لهم الإظهار فقط. إذن الإمام ابن عامر والإمام خلف والإمام ورش لهم الإظهار قولا واحدا، أما البزي وقالون والإمام خلاد لهم الإظهار والإضغام بخلفهم، هو ذكر قال بخلفهم. واضح؟ أعيد. طيب كيف تضغم؟ اركم معنا، عارفين لأنه عند حفص. اركم، لاحظوا حفص ذكر ما ذكرش، إذن هو من أصحاب إيش؟ الإضغام. اركم معنا، طب باقي القراء اركب معنا، اركب معنا. نعم، هو من لم يذكرهم بالإضغام، من لم يذكرهم بالإضغام. لكن ننتبه أنه هنا هؤلاء الثلاثة لهم الإظهار والإضغام. لماذا؟ لأنه قال بخلفهم، عكس الإظهار أو خلف الإظهار هو الإضغام. ثم قال يلهث له دار جهلا، وادخلون على البيت الذي يليه، وقالون ذو خلف. يتحدث عن قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 176 يلهث ذلك، طبعا التي بعد الذال. هو يتحدث هنا قال يلهث له دار جهلا وقالون بخلفه. الآن هؤلاء أصحاب إظهار ولا إضغام؟ إظهار. إذن الإمام هشام والإمام ابن كثير والإمام ورش لهم الإظهار، أما قالون له الإظهار معهم وله أيضا خلف الإضغام. طب من لم نذكره؟ الإضغام. وحفص يلهث ذلك، تمام، يلهث بالإضغام لأنه لم نذكر. مثلا الإمام الكسائي يلهث ذلك، حمزة يلهث ذلك، إذا من لم نذكره له الإضغام. أعيد ولا واضح؟ إذن وقالون ذو خلف. وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا، في سورة البقرة من قوله تعالى ويعذب من يشاء، هذا الموضع الباء متحركة، تمام. بعض القراء يجزم هذه الباء، يقرأ ويعذب ويعذب من هكذا، بغض النظر تضغم أو لا تضغم، بس أنا بداية أحكي عنها. إذن القراء انقسموا ما بين جازم وما بين رافع لهذه الكلمة. قال وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا، هو يتحدث عن ماذا؟ عن أصحاب الإظهار الآن. لكن قبل ذلك خلينا نأخذ، قال في البيت 553 إن شاء الله 43 لما نصله بإذن الله في الفرش، فرش سورة البقرة، قال ويغفر مع يعذب الذي يقرأ بالجزم سمى العلا شذا الجزم، يعني تقرأ بالجزم لهؤلاء، لمن؟ سمى أهل سمى والشين حمزة والكسائي، هؤلاء يقرأ بماذا؟ بالجزم. طيب من يقرأ بالجزم إله شغل هنا، طب من يقرأ بعدم الجزم بالرفع من لاش ده خلص منه، من يقرأ ويعذب من يشاء خلص منه، هذا من هو الشغل فيها، شغلنا مع من في هذا البيت؟ من يقرأ بالجزم. من يقرأ بالجزم؟ قلنا سما أهل سما الثلاثة الأوائل والشين حمزة والكسائي، منهم الدال هي من سما والجيم الجيم ابن كثير، قالون ورش ده أقول ورش عفوا ورش، تمام. إذن هؤلاء يقرأوا بالإظهار، باقي القراء بغض النظر الآن بالخلف راح أتحدث عنها بس سيبكم منها، باقي القراء ممن يقرأ بالجزم يقرأ بالإضغام. أعيد هذه النقطة، انتبهوا معي جيدا، انتبهوا معي جيدا، حاضر. من أول حاجة مين بيقرأ بعدم الجزم؟ بالجزم مين؟ سما زائد، أيوة قال لي زائد حمزة زائد الكسائي. طيب بالرفع الضد مين ضايل فيها؟ ابن عامر صح؟ زائد عاصم، زائد عاصم فقط صح؟
إذن هدول أنا بدي أشيلهم من حساباتي. ليش؟ لأنهم يقرأوا بالرفع، هدول شايلينهم من حساباتي. هنا يتحدث عن من يجزم الباء، يقرأ بالجزم. مين أصحاب الجزم؟ هؤلاء. تمام؟ من أصحاب الإظهار منهم؟ بالإظهار ها هذا بالإظهار هنا بالجزم مع الإظهار مين هما؟ بالجزم مع الإظهار قال سما عفوا بالإظهار الإمام ابن كثير زائد ورش بغض النظر بخلف أو مش بخلف ما ليش دخل فيه. طيب بالإضغام باقي القراء هاي من هنا بتاخذ القائمين اول واحد قالون صح احنا اتفقنا على هذا احنا شغلنا على مين هذول سما سما وحمزه والكسائي قال الذي يظهر الدال والجيم ابن كثير ورش هذا الذي يظهر طب من يدغم اللي ظلوا من أهل سما وحمزة والكسائي قالون زائد حمزة أو قبل البصري طب خلينا نكتب بالترتيب حمزة والبصري زائد حمزة زائد الكسائي صح؟ معي جماعة ولا مش معي؟ أعيدها مرة أخرى قلنا من يقرأ بالرفع ابن عامر وعاصم من نشيو مدن اللي قلنا فيهم أصحاب الجزم هذا مين من يجزم رح ناخده بعدين بس احنا خلينا نسبب قال الذي يقرأ بالجزم سما وحمزة والكسائي هذا بعد ذلك لكن هو الآن ذكر لي من يظهر من هؤلاء من الأصحاب الإظهار من هؤلاء قال ابن كثير وورش إذن من تبقى من هؤلاء هو يضغم مين اللي تبقى من هؤلاء وهو من أصحاب الإضغام قالوا ما ذكرنا شيء ياهن والبصري ما ذكر ليش ياهن وحمزة ما ذكرهوش ياهن والكسائي ما ذكر ليش ياهن إذن من يدغم قالون والبصري وحمزة والكسائي ومن يظهر ابن كثير وورش هؤلاء كلهم مجموعين في سما حمزة سما وحمزة والكسائي يعني ابن كثير وورش هيش زوم لكن يدغم نعم وباقي القراء يدغموا هيش زوم لكن مع الإضغام أعيدها ينور عليك طب أعيدها بشكل سريع هذا الكلمة أو هذا الموضع يعذب من يشاء بعض القراء قرأوا بالجزم وبعضهم قرأوا بالرفع أصحاب الرفع انسوكوا منه لأنه ما لهمش عمل فيه مين هم أصحاب الرفع ابن عامر وعاصم طب أصحاب الجزم راح يذكر لي بعد هيك إن شاء الله في الفرش بناخده ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجزم إذن حمزة والكسائي وأهل سما يقرأوا بالجزم الآن هو يتحدث من هؤلاء المجموعة اللي سما وحمزة والكسائي مين اللي بيظهر منهم قال الدال والجيم تلقائيا من يتبقى يتبقى طبعا هذول الدال والجيم بالإظهار من تبقى منهم هما قالون والبصري وحمزة والكسائي هؤلاء إيش لهم عمل الإضغام صح ولا لا يبدو لها مش واضحة أكيد تمام مين مش واضحه لو اعيدها سبقوا انا سبقوا من الخلف وهذا الان راح اتي لكم عليها الان راح اتي لكم عليها بس انا بدي اياك تفهموا الفكره العامه قصه خلف وما خلف هذه سهله وبسيطه انا معنى انكم تعرفوا انه في ناس تقرا بالرفع بعض القراء بعض الائمه يقراوا بالرفع وبعضهم يقراوا بالجزم اصحاب الرفع ما لنا شغل فيهم اصحاب الجزم هو لنا فيهم مين اصحاب الجزم سما وحمزه والكسائي من هؤلاء من قرأ بالإظهار ذكر لي إياهم الدال والجيم هيو من تبقى يقرأ بالإضغام اللي هم قالون والبصري وحمزة والكسائي واضح الأمور محمد واضح الأمور تمام الله يفتح طيب نعود هنا للأبيات إذا قال وفي البقرة فقل يعذب للدال بالخلف إذا الإمام ابن كثير بالخلف ما صار شو اللي بكتب ما تكتبش بس لأنه في إلها شغلين ثم قال وجودا الإمام ورش أيضا له الإظهار طباق القراء قلنا لهم الإضغام ممن يجزم ممن يجزم لكن العلماء قالوا أن الإمام ابن كثير ليس له الإضغام
في هذا الموضوع، إنما فقط له الإظهار. إذن كما كتبنا الإظهار لابن كثير وورش. طب بالخلف هنا قال العلماء هذا ليس من طريق التيسير، ما نأخذش فيه، يعني بالاختصار مش مخدين فيه بالخلف. إذا لنا فقط وجه الإظهار لابن كثير. أما لو قلنا هنا أنا كنت ممكن أكتب لك أكتبكم هنا ابن كثير بخلف، بخلف لكن بالنشية، هذا نسوكم منه بالنشية، تمام. إذا له فقط الإظهار. طب واحد تقول منكم تقول لي طب هنا قال بالخلف، نقول نعم قال الإمام الشاطبي بخلف لكنه غير معمول به. أنا لم أقرأ مثلا، أنا في السنة تاعي لم أقرأ بوجه الإظهار، وهذا الأمر غير معمول فيه. فحطوا ملاحظة عليها أنه وجه وجه الإضغام أو ممكن تشطبها، ممكن أنا أشطبها كلمة من خلف أحط عليها إكس، انسوكوا منها. لا على ابن كثير قال دنا بالخلف، إذن ابن كثير بالخلف، لكن انسوكوا ابن كثير اشطبوا لنا إياها كأنه يعذب دنا جودا. ماشي بس احنا ماشي احنا طيبة النشر له، احنا بنحكي عن الشاطبية، هل نقرأ فيها؟ لا لا نقرأ فيها. ورش له وجهين فيها؟ لا ما لهوش وجهين فيها، الوجه واحد فقط. لا ما لهوش في الخلف. نعم دنا بالخلف، دنا بالخلف له، كأنه يقول الإمام ابن كثير بالخلف له، هيك كأنه بيقول. لا هو الشاطبي ذكره، لكن هذا ليس معمولا في، يعني لا يوجد له أصل في التيسير. إذا يا إمام يا شاطبي من أين أتيت فيه؟ قال العلماء هذه من زيادات. مش إحنا تتذكر في بداية لقاءاتنا قلنا الشاطبية لها أربعة أمور، منها ما هو زائد عن التيسير، وهو ما ناقص، وما هو مسوى، وما هو أشياء أتى بها الإمام الشاطبي. الآن هذه من زيادات الإمام الشاطبي، هو زاد فيها بعض الأشياء بنلاقي الإمام الشاطبي لم يذكرها، فبنبهون العلماء قالوا هذا الإشي لم يذكر الإمام الشاطبي انتبه هو موجود. وبعض الأشياء مثل هذا الأمر قال الإمام الشاطبي أتالنا فيه لكن بناش نشتغل فيه، ليس لنا عمل منه. هذا الموضع قال هذا الموضع ليس بالخلف إنما فقط بالإظهار. فنبقى على الكلام الأول اللي أنا حكيت لكم إياه، من أصحاب الجزم عندنا ابن كثير وورش بالإظهار، باقي القراء بالإظهار. وأعيد أخر أنه من أصحاب الجزم لأنه عاصم وابن عامر ليس لهم عمل فيه. واضح الأمور؟ تمام؟ نعم؟ إيش كاتب؟ ولكن التحقيق أن ابن كثير ليس له من طريق النظم وأصله إلا الإظهار. هاي الإضغام، هاي كتبت لكم إياها، الإضغام ما يوجد له، فيش فيش إضغام منه. تمام؟ واضح الأمور؟ هيك احنا انتهينا من باب حروف قربت مخارجها. سنتحدث عن باب بسيط جدا، واكيد انتوا يعني لا لا مش حارز عشان نبدأ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في الفتح والإمالة. هذا باب بسيط يعني راح نخلصه في دقائق معدودة بإذن الله تعالى. في باب أحكام النون الساكنة والتنوين قال الناظم رحمه الله تعالى: وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. كل القراء، كلهم أي كل القراء أدغموا التنوين، نون التنوين أو النون الساكنة في الحروف التي بعدها بلا غنة في اللام والراء لتتجمل، يعني ليكون الأمر جميل. إذا كل القراء من يعمل مواق وما شابه ذلك كلهم يقرأوا بلا غنة في اللام والراء، وهؤلاء الأربعة حروف ينمو بغنة مع شيء بسيط راح نأخذه بعد قليل بإذن الله تعالى. قال: وكل بينمو أضغموا مع غنة. كل القراء أضغموا بغنة مع كلمة ينمو. طب واللام والراء ما هو حكينا عنها قبل قليل. قال: وفي الواو والياء دونها خلف تلا. في الواو والياء الإمام خلف لا يضغم بغنة، كيف يعمل بلا غنة؟ من يعمل، من يعمل، موال، موال. طب باقي القراء موال، من يعمل. طب خلف من يعمل، موال، بدون غنة. قال: وفي الواو والياء دونها خلف تلا، بدون هذه الغنة.
هو في الأول قال لي عن ماذا؟ تحدثت عن لا مرة. قال كل القراء أضغم بلا غنى. طبعا لاحظوا يا جماعة هذا من طريق الشاطبية، لكن من طرق أخرى زي طائفة النشر إضغام في اللام والراء بغنى. يعني نقول مثلا من ربك، من ربك، من لدنه بغنى. لكن احنا عندنا في الشاطبية نتحدث عن الشاطبية اللام والراء بلا غنى. بقي ماذا من حروف الإضغام؟ حروف ينمو. قال وكل بينمو أضغموا مع غنى، كل القراء أضغموا بينمو مع غنى إلا الإمام خلف في الواو والياء بلا غنى. طبعا خلف عن حمزة، نعم. احنا حدثنا عن الشاطبية، لو القراء العشرة كان قلنا خلف العاشر أو خلف حمزة أو، بس مدام احنا من الشاطبية خلف فقط نكتفي بخلف حمزة. لا في الطيبة، في الطيبة ايش الثاني؟ انا بحدث خليكم معي. ثم قال وعندهما، عندي ايش مين عندهما؟ هنا الواو والياء. وعندهما للكل اظهر بكلمة مخافة اشباهه بالمضاعف اثقل. قال عند الواو والياء اظهار للكل اذا كان في كلمة نحو الدنيا، قنوان، صنوان، تمام. هؤلاء الكلمات الأربعة القراء أظهروا عندهم. لماذا؟ قال مخافة اشتباهه بالمضاعف. لو قلنا دنيا الآن يشتبه عليها، هل هي دنيا ولا هي دنيا وأضغمت؟ قنوان أصلها قوان، لما أضغمها قوان، أصلها قنوان ولا قوان؟ صنوان الزلط، تمام، الحجر الصلب، هذا الصلب هو صوان ولا صنوان؟ لذلك في نوع من الاشتباه في الأصل. ذلك قال العلماء لا تضغم إذا كانت الواو والياء في كلمة، ويسمى بالإظهار إيش؟ المطلق. الله يفتح عليك. إذن هذه الكلمات إذا جاءت الواو والياء في كلمة فإنها بعد النون فإنها تظهر. وأنا فقط أربع كلمات في القرآن لا خمس لها، قنوان دنيا، قنوان وصنوان ودنيا وبنيان، تمام؟ لا نقول بيان إنما نقول بنيان، إذن بالإظهار. ثم قال وعند حروف الحلق للكل أظهر ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. قال عند حروف الحلق بالإظهار للكل، وأتنا إياها الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين، اللي هي إيش؟ أخي هاك علما حازه غير خاسري، لكن أتانا يا بشكل أخرى، هي الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين. واضح الأمور؟ ثم قال وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. قال بالقلب، طبعا العلماء يعني بعض العلماء قال كلمة القلب أفضل من الإقلاب، تمام، يعني الأولى. فهنا نقول بالقلب إذا جاء بعد النون الساكنة أو المي أو النون ميما، تمام، نحو قوله تعالى إيش؟ أنباء أو من بعد، من بعد، من بعد أنباء. فإننا نقلب هذه النون إلى ميم، وطبعا بالحالة المعروفة لديكم. ثم قال وأخفي بالإخفاء على غنة عند البواقي، بالإخفاء مع الغنة اللي هما إيش؟ ايش الحروف؟ صف صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في طقا ضع ظالما. هذه الاحرف فانها تخفى عند النون الساكنه او التنوين، تمام. واضح الامور؟ بهيك احنا خلصنا باب الاحكام النون الساكنه والتنوين، وقبل انتهينا ايضا من حروف قربت مخارجها. محاضرة اليوم خفيفة وظريفة ولطيفة وجميلة، لكن خليكم معي. لا مش كمان غير تركيز، تحتاج إلى حفظ. بدي أحرف الحروف. أما هي بسيطة وسهلة. نعم؟ طيب، مين عنده سؤال أو مين عنده استفسار في محاضرة اليوم؟ طيب إذا في نهاية هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أقول والحمد لله إلى ختامه، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.